مين قال لك 14؟ يا باشا حرام، ده في ناس ماتت يا ابني. اللي جاب انت البلدي يا ابني، يا ابني خد بس البيان كده عشان اثبت على لسانك الكلام ده. الاسم ايه حضرتك؟ عبد الرازق السادة. عبد الرازق السيد عبد الرازق. عبد الرازق فين؟ طبيب فين يا دكتور؟ لا انا في كليه زراعه، ماشي، بس مش طبيب زراعه. كليه جاي خلاص، انت عايزه انا ممكن اجيب لحضرتك طبيب. حضرتك مسؤول عن المستشفى؟ لا لا لا، انا متطلع. اه ده من دول اولادي. دكتور مين يا فندم؟ نادي محمد عصران. دكتور نادي محمد عصران، اتفضل. حضرتك في المستشفى يا فندم؟ انا في الاصل مستشفى العصر جاي. كارنيه مرتبط الاطباء رقم او القطاع على طول. اكتب كده في البتاع بتاعك، استنى. نعم، ممكن اخد الالوان بس؟ اه طب تمام. سيدان جوهر الدكتور، واخد موبايل حضرتك ممكن؟ تحت امرك يا سيدي. 012 714 382. اضطر انه يقوم بالعمل متطوعا مع شباب الاطباء. مع شباب الاطباء في المستشفى الجديد. ايه بقى حضرتك، ايه ملاحظاتك؟ سعادتك انا يعني تخصص سيادتك ايه؟ انا جهاز ابن مكانيك. وانه متخصص جهاز ابن مكانيك. هنا بقى التمارين. استشاري يا فندم؟ دكتور استشاري ولا درجة اللي هو؟ استشاري سعادتك. استشاري جهاز ابن مكانيك. طبعا الناس بتصور كله، صور كل اللي تلاقيه. طب حضرتك بالنسبه للطلعات اللي اتاخدت مني، بس اتاكد ان الصور حلوه. ما بص يا ابني، تمام يعني؟ انا قاعد مات يعني. بعدين حضرتك عارف لو دخلت جوه في الواقع بقى هتشوف يا باشا كل حاجه بعينيك. هنا مفيش حاجه. اتفضل يا دكتور. لا حضرتك قول لنا ايه الحاله، ايه يقول؟ هو حضرتك الوقت اللي انا بشوفه هنا انه في طلقات وفي بلي. حضر عدد من المصابين؟ نعم. طلقات يا فندم؟ طلقات خرطوش. عرفناها منين يا حضرتك؟ حضرتك الحجم بتاعها صغير جدا. حزبمه اصابع واضح من شكل الاصابه. في اثنين معانا، كريم محمد. انت حضرتك خرجت مبسوط؟ ايوه خرجت. ايه؟ بس حطوا لي الكيس بقى. هذا كان بنفسي سعادتك. يا ريس. سعاده المستشار. اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ سعاده المستشار، انا بنفسي شفت الفيديو وما بيطلعوها من جنبه. دكتور اهو يا دكتور. دكتور محمد محمود عند حضرتك احمد ايه؟ المقذوف اهو يا دكتور. المقذوف اهو. في جانبين. ممكن تحطها لي في حاجه ممكن؟ كيس. تمام. بعض شكل الاصابه ومن بعض المقذوفات. نعم. غاز وغاز الاعصاب. تم استخراجها. فين الحاجات اللي معاك؟ طيب. غاز الاعصاب المحرم دوليا. دي عرفتها منين بقى حضرتك؟ حضرتك انا طبيب. اه. وان البعض مصاب. عماد بيه الدنيا مقلوبه، الناس مستفزه. والله مستفزه بس. والله اللي انتوا بتعملوه ده اكتر من اللي احنا بنعمله. طب ما احنا عايزين نروح. هم الناس مستفزين يا جماعه. اكتر من اللي احنا بنعمله. زعلانين؟ نمشي؟ ما هو مش هتعمل. نمشي والله. هم بيسجلوا يا ريس. لا بس عشان عايزين نروح. عشان نثبت الحاله. طب بعدين حضرتك بتكلمهم. لا مش كده، ما هو غاز الاعصاب. المحرم دوليا. غاز الاعصاب دل على ذلك من الاصابات. من الاصابات. ماشي كده. بس سعادتك بس عين حضرتك الاول وعلى لساني. عين وعلى لساني سعادتك. انت ما تخافش يا استاذ، هاتها. هجيبها ليه؟ هنعملها احراز. لا بس انا معايا حرز. هنعملها حرز اهو. معلش اما تتذكر انت
لو انت تخليها في بيتك هم هياخدوها يحللوها يبينوا مدى الجرم ده احسن لنا احنا. انما انت تخليها في لو هترجع بقى لحضرتك لو تحت امر سيادتك في اي وقت اتفضل اتفضل اي بعد الفلك هنا الناس هنا بعد لو سمحت يا فندم ممكن تعرف على حضرتك؟ انا حضرتك مين الاول؟ انا هبه مصطفى من جاره ريم 7. حضرتك انا مصطفى عمار عبد الله انا عام ميام اختلاف القاهره. طب حضرتك جاي النهارده متواجد في الميدان اللي في الصف الحقائق يا فندم؟ حضرتك النهارده في الميدان ليه؟ تديها لي ممكن؟ يا فندم بمعنى دي ناس بتصرف على امريكا يا فندم عايز اعرف حضرتك بس استاذنك انت بعد فلوس عايزين كيس يا جماعه بعد اذنكم جبنا كيس يا باشا يا حاجه عايزين كيس يا جماعه هات يا باشا هات الحاجه معاها بس على معاه طبنجة مسكناه ومركب دقن عيلة وطبنجة وكتنا والصوف مسكناه امبارح بالليل ما موجود في المستشفى نجيب لك الصحابات اجيب لك اسمه اجيب لك اسمه اجيب لك اجيب لك اسمه بالكامل انا مستنى اهو هي معاه هي انا يا بيه يا بيه يا بيه خش ميدان الفلك يا حضرتك هتشوف الضرب كله هناك الناس كلها بتترب هناك انا عايز اشيل عليكم دي مش عارفين مين بيعملوا يا بيه يا بيه انا عايزك تخش جوه وتشوف الملايين اللي بيموتوا لو انا سالت حضرتك دلوقتي ايه السبب ده حضرتك لا وانا مش عارف طب ما حضرتك
انا معاك.